ومعي على الهاتف ايضا دكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب المصري. دكتور عماد، النهارده كان في اجتماع للجنه العلاقات الخارجيه بالبرلمان، ووصفت التدخل التركي في ليبيا بانه غزو صريح، وقالت انه تهديد للامن القومي المصري والعربي. وانت بتسمع الخبر ان اردوغان بيقول ان القوات التركيه تحركت، ماذا تقول في ذلك؟ يعني أقول أن مصر تتبع سياسة الضبط النفسي إلى النفس الأخير، لم تدعو البرلمان لتفويض الرئيس بالقيام بما يمكن القيام به لأنه سيكون بمثابة إعلان حرب، لكن لدينا خطوات تمثلت في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي التي فوضت الرئيس الدفاع عن أمن مصر القومي، وجاءت اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية لتؤكد هذا الأمر وتضيف عليه أن ما تقوم به تركيا هو غزو صريح وهو ما يمثل تهديد للأمن القومي المصري. وبالتالي إذا كان أردوغان قد أعلن أن القوات التركية قد غادرت أراضيه في طريقها إلى ليبيا، أتصور أننا نقترب من، إذا صح كلام أردوغان وكانت قوات تركية نظامية، أتصور أننا قاب قوسين أو أدنى في حال وصول هذه القوات إلى مواجهة عسكرية مصرية تركية، سواء كانت بحرية أو حتى على شواطئ وبالقرب من الشواطئ الليبية، لأن مصر لا يمكن أن تقبل بمثل هذا الأمر، لا سيما ومعها القانون الدولي ومعها دعم من الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الاتحاد الإفريقي، جبهة علماء الأزهر. كل هذه الجهات أكدت وقوفها إلى جانب الدولة المصرية وحقها في الدفاع عن أمنها القومي. أردوغان يبعث بقواته على مسافة 2000 كيلو متر مربع إلى حدودنا وإلى جوارنا، فهو الذي أتى إلينا ولم نذهب إليه، وبالتالي أتصور أن طول جبهة الإمدادات من الجانب التركي، لو حضرتك أشرت لقوة الجيش التركي، لكن علينا أن نقول أيضا أننا لسنا دعاة حرب ولا نرغب في مواجهة عسكرية، لكن لو فرضت على مصر هذه المواجهة ما بين انتهاك أمنها القومي واحتلال تركي لليبيا وتمكين جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية والدواعش، أتصور أنه من أبجديات الأمن القومي المصري أن تتصدى مصر لمثل هذه الغزوة، مدعومة من دول عربية رئيسية، أذكر منها المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه الحالة أتصور أننا نكون قاب قوسين أو أدنى من عمل عسكري. أيضا إذا قلنا أن تركيا جيشها متطور، لكن على مستوى القوات البحرية وحسب التقارير الدولية نحن نحتل المرتبة السادسة، البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة على العالم، البحرية التركية تحتل المرتبة الثانية عشر. لا نقول ذلك دفعا أو طلبا لمواجهة عسكرية، لكن لو فرض على مصر أن تدافع عن أمنها القومي أتصور أنها تتخذ هذه الخطوة. وأتصور أن الساعات الحالية بعد إعلان أردوغان بأن قواته قد غادرت الأراضي التركية، أتصور أن هناك اجتماعات على مدار الساعة وربما على مدار الدقائق لدى القيادات المسلحة وأفرع القوات المسلحة، وأتصور أننا سنكون مكرهين على الدفاع عن أمننا القومي. يعني قلتها يعني معلومتين مهمين جدا، أولا أنه البحرية المصرية طبقا يعني المعلن من الدوريات الأجنبية في المقارنة بين الجيش التركي وبين الجيش المصري، البحرية المصرية بحرية متقدمة جدا، بحرية لديها يعني فاسل ولديها قوات ولديها معدات بحرية وعسكرية متقدمة، هناك أسلحة كثيرة في مصر متقدمة عن الجيش التركي، والمقارنة بين الجيشين موجودة في كل الدوريات. لكن أيضا ما أريدك أن توضحه للمشاهد، لماذا يعد وجود تركيا عسكريا في ليبيا هو انتهاك للأمن القومي المصري؟ أولا ببساطة شديدة، لأن أردوغان حينما أقام علاقاته مع حكومة الوفاق هو يدعم هذه الحكومة التي تعتمد على ميليشيات مسلحة وتعتمد على جماعات إرهابية وتعتمد على مرتزقة يأتون من الشمال السوري، دفعت بهم تركيا إلى الأراضي الليبية. إذا ما جاءت قوات تركية واستعمرت
تركيا سوف تمكن حكومة الوفاق وجماعة الإخوان المسلمين وتمكن الفصائل المسلحة من السيطرة على الأراضي الليبية، وبالتالي نحن لدينا حدود ضخمة مع ليبيا يمكن أن تستخدم لاستهداف الأراضي المصرية. ثانيا، لا توجد مصلحة محددة لتركيا سوى الأطماع الاستعمارية. يعني الرجل قال أنه مسؤول عن هذه الشعوب الفقيرة الضعيفة المنهكة، فرد عليه الشعب الليبي، ورد وأيضا حينما قال أنه يسعى لإقامة أو استعادة الإمبراطورية العثمانية ردت عليه جبهة علماء الأزهر وقالت هذا كلام غير دقيق وأنه غزو صريح. وبالتالي وجود تركيا كدولة معادية لمصر وتتحرش بمصر وتتحرش بدول شرق المتوسط بصفة عامة وتبحث عن مصالحها والادعاء بأن هناك مليون ليبي من أصول تركية، أي أنها تريد أن تكرر في ليبيا ما فعلته في الشمال السوري حينما احتلت مناطق الشمال السوري تحت دعوة تأمين الحدود التركية وحماية التركمان التي بدأت تدفع بهم إلى السواحل التركية كمرتزقة مقاتلين. وبالتالي وجود دولة معادية لنا ودولة مدعومة من جماعة الإخوان وأردوغان لا يخفي هذا الأمر ولا يخفي عداءه للدولة المصرية. أتصور أن احتلال تركيا للأراضي الليبية سوف يجعل من تركيا أو تريد أن تلعب دور القوى الإقليمية المهيمنة، وبالتالي أتصور أن هذا يمثل خطرا شديدا على الأمن القومي المصري، لا سيما وأن تركيا إذا ما استوطنت في الأراضي الليبية أتصور أنها سوف تستخدم قدرتها وميليشياتها وعسكريها لاختراق الحدود المصرية الغربية التي تبلغ أكثر من 1200 كيلومتر. بشكرك دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب المصري.